تابعين أيضا بفقراتنا وإلى سلك وأمنة. رأي بول جورج يونس بينضم لنا من غرفة التحكم المروري تنشوف سوا كيف الحركة على الطرقات. إذا في قطع الطرقات فارس يونس بينضم لنا فازا تنشوف إذا في قطع للطرقات وكيف الحركة. جورج فارس خلاص حفظت الاسم. الرأي بول جورج فارس، أول شيء بنعتذر منك على هيدا اللغط. لا بسيطة طبعا، خير ما تواخذنا ويعطيك العافية. صباح الخير. في شيء قطع طرقات؟ مع نهاية الأسبوع بيشهد مداخل العاصمة حركة أقل من طبيعية باستثناء المدخل الجنوبي اللي بيشهد قطع حاليا بمنطقة الجية، وتم تحويل السير على الطريق البحرية، وطبعا هلأ بيشهد ضغط سير قوي بسبب ضيق الطريق البحرية بهالأثناء. نعم، يعني الطريق الجية مقطوعة هلأ حاليا، صح، هي الطريق الوحيدة على الأراضي اللبنانية كلها. أما الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، عندنا جرد مربين الهرمل، عيون السيمان، حدث بعلبك وعينات الأرز. مخالفات السرعة الرادار اللي تنظمت خلال 24 ساعة الماضية سجل عندنا 784 مخالفة سرعة. الحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة سجل عندنا 7 حوادث للأسف نتج عنهم قتيل بمنطقة الربوة و13 جريح. خطنا الساخن 17-20 للتبليغ عن أي طارئ أو استفسار عن حال الطرقات. هذا كل شيء عنا حتى الساعة. شكرا، يعطيك ألف عافية. رأي بأول جورج فارس على كل هيدي المعلومات.